قول له يا ابو اياد. هلا وكذا ابو اياد. هلا هلا لك الله عليك ابو اياد والله. ابو اياد والله قوم ابو اياد. ابو اياد وربك اشحن لي عليك الله اشحن لي ابو اياد. لا مو هذا الله اكبر. ازاي حكمت علي هاكر؟ لا اله الا الله. بالقرآن هاكر، بالقرآن الشريف. استغفر الله ابو اياد. ليش حلف؟ السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ طيبين إن شاء الله. معكم أبو إياد، اليوم جبنا لكم فيديو جديد، فيديو المنتظر، فيديو اللي طلبتم من فيه كثير. أرجع للسكوادات العشوائية يا أبو إياد، وبإذن الله بنحاول ندخل على السكوادات العشوائية ونقابل متابعين محبين أبو إياد، الناس الطيبين، ونسمع منهم كلام حلو ومحفز. ربي يسعدهم جميعا. همتكم يا شباب اللايك والسبسكرايب والشير، وبإذن الله اللي يعرف أبو إياد اليوم إن شاء الله راح يفوز معنا، وراح نوزع لهم رويال باس. وإذا في شفنا في تفاعل وفي لايكات وفي شيرات وتبون نستمر بهذه السلسلة، أنا حاضر، ربي يسعدكم. خلونا الآن ننطلق ونشوف أول سكوال. السلام عليكم. أيوان. ألو. وعليكم السلام. إحنا كويسين. إيه يا عم الشقلبة دي؟ ما أنت الحاجات دي جبتها منين؟ أنا هاكر. ما تعلمني يا عم وبهاكر أنا كمان. قول مياو بس أمورك بالسليم. إيه الحلويات دي؟ أنت الأربية بتاعك 100؟ يا نهار ابيض يا احمد، خش ليه؟ ايه يلا تستاهل كل خير. هذه عربيتين حلوه. ايه العربيات دي ايه لازمتها؟ تصير شعبيه، يعني يصير عندك شعبيه. يعني ايه شعبيه دي؟ انا مش فاهم حاجه برضه. يعني ايه شعبيه؟ ايه اللي شوفك واو. كده نعم. فرصه سعيده يا حلوين، اتشرف فيكم. قول له يا ابو اياد. هلا وكذا ابو اياد. هلا هلا لك حي الله الحلوين، كيفكم؟ لك هلا ابو اياد. هلا مرحبا. الصدفه الحلوه. الله يسعدك. لك هلا يا حياه. كيفكم يا غالي؟ لك ولا والله بخير يا قلبي. الحمد لله. هلا والله. عساك طيب. والله بخير يا غالي، كيفكم؟ طيبين ان شاء الله. والله بخير، احلى فرحه اليوم انك جيت. تستاهلوا كل شيء. عن طريق الدعم. والله ابو اياد منور. ولكم قلوب لابو اياد، حطوا قلوب على الشات. قلوب لابو اياد يا اخوان. انت بلايف ستريم؟ احنا لايف. اه. اوه ماي جاد. كنا نسوي مقالب. اكلت انا المقلب. كنا نسوي مقلب. احنا بنعمل مقالب قاعدين. احلى تحيه لكم، كبرينك الطيبين والله. قول له هذا اعطاني شدات لك عاش. يجي فارس. فارس الله يسعد. ايه امسك هذا يحيى. ايه معروف يحيى. وانا بتعرفني؟ اكيد اكيد، ما دامت من سكواد يا تعبول جيمنج. تستاهل كل خير حبيبنا يا اياد. والله اياد منور. الله يسعد لي اياك. ما في اللي داعي كمان. والله تستاهل. انا قلت بدخل كذا عشوائي اشوف متابعين ابو اياد اللي حصل يستاهلون الدعم، وطلعت متابعين ابو اياد، والمصيبه اني طلعت بلايف ستريم. خلاص انا حياتي انا أبياد. عرقت والله. والله منور. والله هذه هديه بسيطه يشهد الله عليك، واتمنى تقبلونها مني. ربي يسعدكم، احلى تحيه ولمتابعينك الطيبين. فرصة سعيدة، ربي يسعدك. إن شاء الله سوينا ردة فعل. لا يعني أنا والله العظيم أدخل عشوائي كذا وأسولف مع المتابعين وأسمع كلامهم وأشوف آرائهم. سبحان الله جيت عندكم أنتم لايف ستريم، ومن نصيبكم والله كان بديكم وبدي الناس متابعين ثانيين. ربي يسعدكم. الله يسعد إياك. والله أبو إياد يسلم والله العظيم. الله يسعدكم، والله شيء بسيط ورب البيت. شكرا جزيلا لكم. شكرا. فرصة سعيدة وستريم موفق يا غالي. ألو ألو. هلا 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 هلا. صدى 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 صدى. مرحبا. ليش ما عندك ولا دجاجة؟ يلا بديك سيارة عشان تصير عندك شعبية، تمام؟ يلا تستاهل. شكرا شكرا. ألو ألو. هلا بالشباب. نزاهة 27، يبغالك 100 سنة قدام حتى ترجع. هذا يبغاله 100 سنة هذا. السلام عليكم. شكلك مضطرب. لا مو هذا. الله اكبر. ازاي حكمت علي هاكر؟ لا اله الا الله. لا مش هاكر يا باشا، لا والله. تنقص ايدي قبل ما اركب هاكر. هذا كله مصحابك ولا بس عشوائي؟
إيهاب عشرة الأسهم. لا عشوائي، أنا ما بعرفهم. طيب اللي فك المايك له سيارة، أنا بديك سيارة فيها 3000 شد، 3000 شعبية، اللي يتكلم هنديه طيب سيارة. ألو، شكرا جزيلا لك، ربي يسعدك، فرصة سعيدة تشرط فيك إيهاب. السلام عليكم. سعودي الهكر. اوف 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 اوف، ليه الباد لانجوج؟ ليه من اولها؟ ليش هاكر؟ ليه؟ بالقران هاكر، بالقران الشريف. استغفر الله. ابو اياد. وليش حلفت؟ ليش حلفت طيب؟ ابو اياد. اهلين. لك يا الله، بالقران اتابع لك بسك حبيبي. اوكي. لك على راسي يا ابو اياد. زي حبيبي يا ابو اياد. انت اسمك ميار؟ بالقران. طيب كيف؟ إيه قلت لي انا هاكر. لا اله لا لا، مات اللام مات اللام مات اللام كثير، كل ما ادخل يقول انت هاكر. وقت تجلد الاتراك والله العظيم. يسعد ربك يا ابو اياد، يسعد دينك يا ابو اياد. الله يسعدك في ديت روح طويل يا ابو اياد. يا الله ابو اياد، يا الله هاي هيبه، يا الله ملك الببجي ورب الكعبه. الله يسعدك يا ملك هذه هديه مني بسيطه لك، اتمنى تقبلها في ديت روحك. ولك شيك على الشدات في ديت روحك. الله يسعدك، فرصه سعيده، اتشرف فيك انت والشباب الطيبه. الشباب يبغى يلعبون ايهاب وتزوكا، فانا استاذنك في ديت روحك. فرصه سعيده اني قابلتك وقابلت متابعنا ابو اياد. فرصة سعيدة يا غالي، ربي يسلمك، نشوفكم مع الخير. ميت وف ديت روحك. بزش يا ديوان. هاي رب الكعبة بالله العظيم حقك. فديت روحك ميت على عيني وراسي. الله يسعد. الله يسعدك ويسعد الشباب الطيبة واهل العراق الطيبين. I love you too much. يستاهل الشعبية. يا اخي اقسم بالله تدخل على متابعنا ابو اياد وتحصل اللي يحبك ويتابعك، والله ودك تقدم للغالي والنفيس، لكن هذا اللي نقدر عليه. ويستاهل متابعين ابو اياد، محبين ابو اياد. باذن الله راح يكون في سحوبات. الى الان راح من عندنا 3 شدات، 3 راحت، باقي 3. يلا نجرب حظنا مع سكواد ثاني. هل لك اثقة على شكلي؟ يا بنسب يا بنطرد. حاليا لا تطردني، تكفى لا تكفى، لا تطردني لا تكفى تكفى لا لا تطردني، تكفى تكفى تكفى، لا تطردني تكفى، ارجوك لا ارجوك لا. ما بتطردني عمي؟ اشتكوا وعطينا هاي محاكي. لا تطردني تكفى، ارجوك لا ارجوك ارجوك. وك عمي ها ها اشتكوا، ما تقول لي. عليكم السلام. عشنا حبيبي، شلونك؟ سعودي عراقي انت؟ كل واحد انا. بالله بالله عيد هاي الحركة عيدها. هذه؟ يعني ما بتطردني؟ يعني ما... لا والله فد. لك عاش؟ وي 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 وي، ما بيطردني، وي 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 وي. تكفوا لا تطردوني شباب، تكفون، أرجوكم لا، أرجوكم لا. ألو؟ بعت طيارة. ألو ما أس... رب. هذا هو البرنامج حق الهاك هذا. ايوه هاكر، لازم إذا تبغى كونكور لازم تكون هاكر. ارجوك لا تطرني، ارجوك 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 لا لا لا. تبدا جيم يا كبد، يا فقعة الكبد والخاطر. تعرف لو ابو الشعبية مات حسين، مين ابو الشعبية مات؟ بالوقف وقف قبل لا تطلعك. يلا بس هون ابو حسين، حسين تعال احصائية تشوف، شوف لعب حسين. هذا ابو اياد يا ولد، هذا ابو اياد يوتيوبر، يوتيوبر هذا ابو اياد. هلا اكس اكس نور، هلا حبي، كيفك؟ كيفك حبي ابو اياد؟ ايه يا ابو اياد كيفك يا غالي؟ الله عليك ابو اياد والله، ابو اياد والله قلم ابو اياد، ابو اياد وربك اشحن له، عليك الله اشحن له ابو اياد. شلونك ابو اياد؟ الحمد لله. الله عليك. لا والله ما الحمد لله، والله ما الله عليك، والله متابعك اشحن لي بربك، بربك يسعد دينك اشحن لي. ابو اياد يوتيوبر هذا يا ولد، والله احسن يوتيوبر من اليوتيوب. ابو اياد والله ابو اياد شيك اكس اكس اكس، شيك على الشدات، والله شوف الشدات اشحن لي ابو اياد. لك عاش، احبك وربي ورب حبك، لك عاش. والله اني جاي ادور عن تابعيني الطيبين، يشهد الله اني فرحان اكثر منك.
متابعينك والحمد والله وربك احكي ابو اياد بس قول ابو اياد والله انا ابو اياد ادري قول ابو اياد ابو اياد ايوه تسمعوني زين شباب عندي المايك الو اي عندي مشكله في الصوت نسمعك واضح ابو اياد والله صديقي يموت عليك تغير روحك انت هو والله منيته بس يجي وياك يكتب له بس وياك اذا موجود خليه يجي والله والله ساد اللعبه هسه يتخبل اذا اقول له والله يتخبل اذا اقول له ابو اياد وياك اي هسه طق الاي دي مالته مصطفى اسمه مصطفى احلى تحيه لمصطفى الغالي شيك على حسابك يا حسين حبيبي والله هذا على يوتيوب على يوتيوب راح ينزل ابو اياد ايه راح ينزل على يوتيوب هذا يب شو كنت ينزل باذن الله راح ينزل شيك على شعبيتك يا حسين على الشدات كفو مشكور تستاهل يا غالي ربك كفو تستاهل ورب البيت والله اسطوره ابو اياد انا عرفته والله عرفت ابو اياد ما شاحن نفس الجيم السابع عيوني لك ابشر انا بس قلت شوف شعبيتك قلت هذا وياد مستحيل هي شعبيه الله خسكرين انزلها ستوري تستاهل 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 وقف بس خلي اخسكرين هوايات شعب دز لي شعبيه اخليها ذكرى والله ذكرى منك طيب شعبيه تكبر اهم شيء الان برسل لمصطفى اي شيء الي انا مصطفى اعطيك ايد لمصطفى ثواني بس شيك على حسابك الحين كفو تستاهل عطني هيدي مصطفى عطني هيدي مصطفى اسمه مصطفى العراقي مصطفى اسمه مصطفى اي مصطفى ال هو بس قول له ابو ياد على الدعم من عندك شعبيه قول له ابو ياد الله كفو والله وشعبيه والله كفو الله ابو ياد شعبيه منك ذكرى تكفى رب ان شاء الله شيك على مصطفى ذكرى منك الظل ذكرى حلوه حاضر والله كفو والله احلى تحيه لك المصطفى فرصه طيور المصطفى طيار المصطفى الله يسعدكم فرصة سعيدة متابعين أبو ياد والله كفو عليك الله يسعدكم أنا كذا خلصت عندي الشدات وخلص الأكواد وخلص كل شيء فديتكم تستاهلون كل خير وهذا هدفي نرجع الناس العشوية اللي يعرف أبو ياد يستاهل مني عيوني واعذرونا على القصور وهذا شيء بسيط أبو ياد والله لا ما قصرت والله ما قصرت هاي ذكرى والله ذكرى عندك على اليوتيوب شوفوا شباب فرصة سعيدة تشرف فيكم فديتكم جميعا وبإذن الله لنا جزء ثاني ينزل اليوم أو بكرة إن شاء الله ها عيوني أبو اياد هذا المقطع 100,000 بإذن الله 100,000 لايك بإذن الله ومستمرين دعم تابعنا أبو اياد يستاهل أبو اياد الله يسعدك وبيتك والله أسطورة أحسن ربي إنسان يسعدك والله كثير. حبيب والله بالتوفيق هذه إهداء لك لك عاش ايوه روح ربي يسعدكم بدايتكم فرصة سعيدة شرفت فيكم حبيب والله حبيب تمام زي ما شفتم اليوم هذا مقطع خفيف ظريف بسيط مع متابعين أبو ياد محبين أبو ياد بإذن الله زي ما قال أخونا 100,000 لايك إذا وصلنا لايكات طيبة إن شاء الله بإذن الله راح نستمر وراح نرجع إن شاء الله نوزع جوائز في البث المباشر كل اللي عليك تتابعني بتويتر انستغرام وبثي على الفيسبوك وما تدري في اي مكان راح اسوي سحب فالجميع التوفيق ونشوفكم مقطع فيديو ثاني وسعاده ثانيه على لا تنسوا بابا